شو اللي عم يصير ببيتي؟ أنا هلأ طلبت من فيدانت إنه يجيب الخاتم من بيت ستي. مو هاممني الخاتم تبعك، ما بتعرف كيف بتحكي مع الأكبر منها. شو هالمسخرة هي؟ ما فيني اتحمل حدا يحكي على أهلي بنوم، أنا بس منعتها تحكي عليهم. عفواً شو قلتي؟ مفكرة الحكي اللي عم تقولي رح يبرر لك طريقة حكيك معي؟ لا ما حذرتي راميش، هاي مرة ما بتهتم بالارتباط. هي اليوم نسيت الخاتم تبعها ببيت ستة، وبس لأني نبهتها عيطت علي وصارت تسمعني حكي طالع نازل. اسمعي، انتي عم تعملي مشكلة ما إلها داعي. شو؟ إذا نحن عم نعمل مشاكل هي شو عم تعمل لكان؟ سمعت يا راميش، في مرة بتحكي هيك قدام عمة معقول؟ بقصد إنها عم تحاول تسخف فينا قدام الكبار بدون ما تحسب أي حساب، وقالت إنه أنا عم بعمل مشاكل. ليكي، أنا بس عم أشرح موقفي. على كل حال أنتو ما بتقبلوني كني إلكن. أنت لاحظت كيف تراجعت بعد ما قالت إنك عمي وغيرت حكيها؟ قلتي عمك؟ شو شايفتيني بلا فهم أنا؟ شفتوا كيف هو مو قبلاني ككني؟ معناها بهالحالة أنا فيني أحكي شو ما بدي قدامه لأنه هو مو عمي. وغير هيك أنتو بتتمسخروا علي وبتغلطوا بالحكي معي، معناها صرنا متعادلين. لك أنت عم تسيئي لأختي قدام عيوني، هذا الموضوع ما رح يمرق هيك بهالسهولة. اتصلي بالولد، اتصلي بهداك التافه فورا. اللحظة، هو عنده اجتماع مهم هلأ، ما لازم نزعجه ونعطله عن اجتماعه. ما بيهمني الاجتماع، هو لازم يرد على اتصالي. قلت لك اتصلي فيه. طيب أخي مدام فيرما، حالتك معقدة شوي بصراحة، مشان هيك عم نعمل هالاجتماع لحتى نعطيك التفاصيل كلها. بس انتي ما تقلقي، مستويات الضغط وسكر الدم ترتفع غالبا خلال وقت الحمل. ماشي دكتور. بالإذن. انتي لا تشغلي بالك، كل شي هلأ له علاج. شكرا. انتي اطمني وبس. خلي الدكتور فيدانت يحكي معي هلأ، خبري انه عمتو قومتي بدها اياه. قلي لها اني رح اتصل فيها وقت بقدر. الو، وينو هاد؟ عطي التليفون لفيدانت. استاذ هو بالحقيقة. اسمعي يا بنت لا تزعجيني، عطي التليفون فورا. اعذريني. ايه بابا. تعال على البيت بسرعة. بس بابا انا باجتماع مهم. فيك تعمل اجتماعك المهم بعدين. تعال على البيت فورا وتفاهم مع مرتك، هي عم تعمل مشاكل هون. هذا الولد لازم يعرف حدوده. الو اختي، عملوا مشكله هون بالبيت بس لاني نسيت الخاتم عندكم. مثل ما قال فيدانت هنن ما رح يقبلوني. العمه قومتي والخاله سوماتي مو معقولين. عن جد مو معقول. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.